فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفرح. حي على الفرح. حقا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة، وضعت المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، نودي لصلاة المغرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، فقال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل وأتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله غفور رحيم إن الله تواب رحيم. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، نقلنا لكم على الهواء مباشرة من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أذانا وصلاة المغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالحا من الأعمال، إنه سميع مجيب الدعاء.